اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن خطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بيتفق مع شركه الكره على اليه العمل والملفات الجديده. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والمشرف العام على كره القدم عقد اجتماعا مع شركه الاهلي لكره القدم وذلك لمناقشه كافه الترتيبات اللازمه للمرحله القادمه. خلال الاجتماع قام الكابتن محمود بشرح آلية العمل وكيفية التنسيق والتعاون بين النادي والشركة في المهام المكلفة بها، فيما عرض المهندس عدلي القيعي رئيس الشركة بعض الملفات الحيوية التي يمكن العمل على إنجازها في الأيام القليلة القادمة وذلك بالتنسيق مع رئيس النادي والمشرف العام على كرة القدم. حضر الاجتماع كل من خالد عبد القادر وأحمد حسام عضوي مجلس إدارة الشركة والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي. كولر وعبد الحفيظ يجتمعان باللاعبين. مارسيل كولر المدير الفني والنادي الاهلي وكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره عقدا اجتماعا باللاعبين قبل انطلاق المران الصباحي للفريق الذي اقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش. والحقيقه كان زي ما حضراتكم بقى دايما بتشوفوا من خلال قناه النادي الاهلي واللي بيتابع دايما قناه النادي الاهلي يعرف ان احنا طول النهار تقريبا بنجيب لحضراتكم كل ما يحدث من تدريبات تخص لعيبه او الفريق الاول لكره القدم. اكرم توفيق، حسين الشحاته وحلق دقنه وبقى رجع 20 سنه ان شاء الله، يبقى خلال الفتره القادمه تبعد ربنا يبعد عنه الاصابات ويبقى زي الفل. تدريبات بدنيه وفنيه متنوعه للاعبين. والدكتور أحمد أبو عبلة بيكشف موعد انتظام فخري في التدريبات. وكاف كان بيتكلم عن بيرسي تاو قال إن هو أكثر لاعب ساهم في أهداف بدوري أبطال إفريقيا 2021. مش عارف الشناوي تعب الناس ليه، تعب بعض الناس يعني، بس ماشي مفيش مشكلة. مش هتكلم عن هذه الأمور الآن لأنه محمد الشناوي الحقيقة مركز في شيء واحد فقط وهو حبه واحترامه لجمهور النادي الأهلي وحبه واحترامه لفريقه وككابتن لفريق النادي الأهلي، فبيؤدي دوره من خلال الملعب وبره الملعب برضه. فأنا يعني هخليه مركز في اللي هو بيعمله دلوقتي وهنتكلم فيما يخص الناس اللي بتتكلم عن محمد الشناوي مش دلوقتي، هنتكلم عنهم بعدين. رابطة الأندية تستقر على إجراء قرعة الدوري الممتاز 10 أكتوبر. أوكي، قبل الدوري باسبوع. برضو انا برضو ما فهمتش الحقيقه وكلمت كذا حد عشان افهم، ما حدش اداني اجابه اقدر اقولها لحضراتكم فعشان كده ما قلتش. استاذ عامر حسين قال 25000 غرامه، وده اللي كنا بنتكلم فيه. منتخب الشباب بيستقر على اقامه معسكر مغلق في نوفمبر 2000 في نوفمبر القادم. دكتورة دينا الرفاعي بتعلن استضافة المنتخب الأردني للسيدات وخوض وديتين مع مصر. أندية سيتي كلاب تجهز برنامجا وطنيا خالصا لإحياء ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة من منطلق دورها الوطني ولترسيخ عقيدة الانتماء للوطن وبذل كل ما هو غال وثمين حفاظا على ترابه. تجهز أندية سيتي كلاب بمختلف فروعها على مستوى الجمهورية برنامجا مميزا لإحياء ذكرى حرب أكتوبر المجيدة التي أعادت الهيبة والكرامة للشعب المصري. وحددت أندية سيتي كلوب الخامسة مساء الخميس المقبل الموافق 6 أكتوبر لانطلاق الاحتفالات الكبرى في مختلف الفروع، حيث ستكتسي جميع الفروع بعلم مصر مع توزيع الأعلام على جميع أعضاء بجانب إذاعة الأغاني الوطنية في جميع أرجاء الفروع. برنامج الاحتفالات يتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية. زي ما قلت لحضراتكم النهاردة رجال اليد الأهلي بيفوز على كينشاسا ببطولة إفريقيا 39-14. نتيجة كبيرة بيحققها رجال كرة اليد ليحافظ الفريق على انطلاقته القوية في هذه البطولة. كسبنا فلاورز البنيني 40-11، ثم الفوز على وفاق عين التوتة الجزائري 36-17. بكرة راحة من المباريات قبل مواجهة الترجي في الثانية ظهرا بعد غد بتوقيت القاهرة على صالة الحمامات من أجل حسم صدارة هذه المجموعة. المجموعة الأولى بتضم أو المجموعة الثانية، المجموعة الأولى بتضم الزمالك الإفريقي، مولودية الجزائر، فاب الكاميروني، ريد ستار الإيفواري.
أما المجموعة الثانية الأهلي والترجي وشبيبة كنشاسا وفلاورز البنيني ووفاق عين توتا الجزائري. أما حميد رجال يد الأهلي يسير بخطوات ثابتة في بطولة إفريقيا. عبد الرحمن حميد حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد. عمر سامي قال أيضا رجال اليد لن يتنازل عن الفوز بالبطولة الأفريقية. أيضا اليوم أو حلقة النهاردة الحقيقة عملناها كلها على اللي هقوله، بعثة رجال سلة الأهلي تصل إلى الكويت للمشاركة بالبطولة العربية. أحلى حاجة كانت موجودة النهاردة وصول النادي الأهلي طبعا وكيفية الوصول زي ما حضراتكم شايفين بعض الصور، والأستاذ طارق أنديل رئيس بعثة النادي الأهلي، عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة النادي الأهلي في الكويت. أيضا المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق هو رئيس بعثة النادي الأهلي لرجال اليد في البطولة الأفريقية في تونس. ايضا كابتن اشرف عبد الرحمن اشرف عبد الفتاح يطمئن على سداسي تنس الطاوله الاهلي المشارك ببطوله العالم. وندى عبد الرحمن بتحصد ذهبيه الفرد العام لبطوله الجمباز الفني بالجزائر. طيب دي كانت اخبارنا، خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نستقبل النجمين الكبيرين كابتن اسامه عرابي وكابتن عادل عبد الرحمن وحديث فني للغايه عن النادي الاهلي ومباراته امام الاتحاد المنستيري، ولكن بعد هذا الفاصل. قبل بس ما اطلع الفاصل عايز اقول لحضراتكم ان احنا النهارده عاملين انفوجراف رائع جدا، حاجه جميله جدا ودايما هنعملها لحضراتكم خلال الفترات الكامله الفترات القادمه ان شاء الله علشان نتكلم عنها ونتكلم عنها دائما بشكل كامل. طيب الانفوجراف اللي معانا ده هيكون عن نتائج النادي الاهلي في اولى مبارياته في العشر بطولات اللي النادي الاهلي خده. احنا خدنا 10 بطولات افريقيه، فدايما انطلاقه النادي الاهلي بتبقى عامله ازاي خلال العشر بطولات تزامنا مع انطلاقه النادي الاهلي مع مبارياته الاولى في دوري ابطال افريقيا ان شاء الله يوم الاحد القادم في المونستير في تونس، الاتحاد المونستيري في تونس ان شاء الله. نطلع نشوف الانفوجراف وبعد كده فاصل، وبعد هذا الفاصل نستقبل النجمين الكبيرين كابتن اسامه عرابي وكابتن عادل عبد الرحمن.